مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من نواحي مدينة برشيد وفي الحلقة الأخيرة من برنامجكم فطور مع أميمة في الدوار. ليست الحلقة الأخيرة وإنما الحلقة الأخيرة فقط لهذا رمضان، لهذا الموسم رمضان 2024. نتمنى لكم مشاهدي قناة شوف تيفي عيد مبارك سعيد، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي وباش ما تمنيتو. فالحلقة الأخيرة مشاهدي قناة شوف تيفي غادي تكتشفوها مع على لالا الزهرة والاخت ديالها اللي كيعيشوا يعني بوحدتهم داخل منزل بلا الوالدين ديالهم اللي توفوا وخلاهم يعني مازال طفل، يعني ما خلاك باباك مازال طفله، خلا بابا مازال طفله، مازال بنيه صغيره، مازال ما عارفاش يعني ما كتعرفش شنو هي المسؤوليه، ما كتعرفش كيفاش تعيش بزاف الامور، ولكن شاءت الاقدار انها يعني كتخرج كتخدم على برا في الحقول الفلاحيه الى اخره باش انها كتعاون راسها وتعاون يعني الاخت ديالها اللي ما كتقدرش انها تسمع. السلام عليكم. سلام. كي دايره خالتي؟ لاباس. لاباس عليك؟ لاباس. مبروك عواشرك ان شاء الله. الله يبارك فيك. مبروك العيد. الله يبارك فيك. راه غدا العيد ان شاء الله. ان شاء الله. صيفتي شي حلوى؟ صيفتي شي حاجه؟ ما صوبت حلوه. علاش ما صيفتيش؟ باش باغي نصوب الحلوى. اش بغيت شي حلوى؟ ما عنديش عندي حد. كيشوش عندي، اش بغيت الحلوى؟ ما صبتي حتى شي حاجه لا كيكه لا زعما شي لا حاجه؟ لا لا نصاوب الشجير، نصاوب السمن، نصاوب شي حاجه اخرى. اييه. ما كنصاوبش الحلوى. اييه. ايوا صح. واخا واخا خالتي دابا انت هنا في الدار كتعيشي انت والاخت ديالك؟ كنعيش انا وياه. امتى توفى والديك خالتي؟ شلا خلوني صغيره. شحال كان في عمرك تقريبا؟ 16 ولا 14 بحال هكا. انت وخيتك؟ خلوكم زوج صافي. وحده ماتت، وحده بقى، وحنا جوجات بقينا. كنتوا انتوما ثلاثه؟ كنا حنا ثلاثه. والاخت الثالثه باش ماتت مسكينه؟ مرضت. باش؟ بالبرودة مسكينة. وي الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. الله يرحمها. اكيد كنبكي عليها، قال ما نتوحشهاش، كنتوحشها. كتفكريها كتبقاي تبكي عليها. كنتوحشها كنبكي عليها. سيرتو في هذا رمضان هذا اللي يعني اللي داز، راه يعني كتفكري لو اختك تكون معاك، يعني كتبقاي تمناي اختك تكون معاك. كنتفكرها كنتفكرها نبرك نبكي عليها. واخا خالتي زهرة فاش ماتوا والديك شنو درتي؟ شي انت لا الوقت. كتخرجي كتخدمي على برا؟ كنخدم كنخدم. فاش كتخدمي؟ في الفلاحة. فاش الفلاحة؟ فاش كتخدمي؟ فاش ما كاين. فاش يا بصلة يا بطاطا يا اللي كاين. شنو كديرو؟ واش كتهزو صناديق ولا كتحفرو في الأرض؟ الله علينا كنلقطو وكنخدمو وكنمشيو. فاش ما كاين. المهم بان خدمنا وبان ولانا وبان مرضنا وبان بركنا الله يجعل البركه لنا الحمد لله. المهم بعدا ما كتجلسيش؟ لا كتخرجي تخدمي باش تعاوني راسك وتعاوني الاخت ديالك اللي معاك في الدار. بعدنا وبعد نخدموا بعدنا وبعد تبركوا. وما كاينش واحد اللي كيقدر زعما يعاونكم مره مره؟ باش غادي يعاوننا؟ ما عندكش خوك ولا؟ ما عندناش باش يعاوننا، كل راه حاضي راسو. باش غادي يعاوننا؟ واخا فاش كتخرجي تخدمي شحال كتصوري تقريبا في النهار ديالك؟ كنصابوا خمس خدموها ب 500 600 وفيها الخير. دركو عديت خدمي باش هما كصاير واعر، كلشي غلا، كلشي ما بقاش فابور. وبكري كان شويه تخدمي ب 500 600 وقادين. ودابا كتاخدي 50 درهم وما كتكفاكش؟ ما تكفينيش. شحال تقريبا خصك باش تمشي للسوق تقضي؟ شحال خصك تقريبا باش تمشي؟ كنخسر 6000 7000 انا واختي. عاف القفه، عاف القفه. كل اسبوع؟ عاف القفه. كنمشي للسوق في القفه. ها هادي 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 انت القلب على الفلوس نسيبهم مشيو. هو الشيء اللي كاين. واخا وتزوجتي من بعد فاش مات والديك ولا لا؟ تزوجت، تزوجت صغيره وداتني بنت عمي وسحرت لي وطلقتني. بنت عمك؟ سحرت ليك؟ بنت عمي اللي داتني وسحرت لي وطلقتني. فين داتك؟ داتني تزوجت في بن سليمان. انا من النواحي ديال المحمديه؟ انا في بن سليمان هك. إيه؟ انا ما سامحاش ليا ليوم القيامه. بلاتي شرحي لنا خالتي كيفاش داتك؟ فين داتك؟ داتني جوجتني وتجوجت بركت عندهم واحد قولي شي قال عام خرجتني ودخلت واحد ماكو هي كتجوج بالراجل. انا كيما كباركه معاه وهي راه كتدخل عليا وتخرج وانا ما عرفتش. وعلاش سحرت لك خالتي؟ سحرت ليا بغات تخرجني غيرت مني وحزتني. انا ما سامحاش ليا، انا ما سامحاش ليا ودرتها ما نسمح ليها لا هنا ولا هاد العواشر خالتي ما سامحاش ليها. انا فين ما ندعي عليا فين ما نكومو ونعطيها على ما دارت ليا على ما دارت ليا. واش دارت لك شي حاجه اخرى من غير السحر؟ بنت شي بنات العم ما يتذكروش، شي بنات العم ما كيتذكروش على قدو ما كيمزيانيتش. دارت لي السحور وخرجتني وطلقتني.
أدتك بزاف هاد السيدة؟ أدتني بزاف وكلتني في جبيبين قطعة الروز وفي الميدة رافقين طابلة رافقين وأنا هنا فرزتني في واحد الجبيبين قطعتها لقى قدك ونترديت قال لي أنا ناض لها وسي قال لي راه غادا تولد قالت لي والله أمك لو ولدت وكلتني من كرشي. كيفاش كلتك من كرش؟ تهبش فيا من كرشي وتنتش فيا وكنت ما نعرفش وكنت صغيرة. هي هذه بنت عمك؟ كانت ساكنة معاك في الدار ولا شنو؟ دي بن سليمان وهي كانت تجي عندك؟ كان جي لعندي ولكن كيفاش هبشات لك في كرشك دارت بحال هكا ولا شنو؟ قالت لي ما تولديش على امك ما تولديش وفاش كلتي ديك الزلافه؟ رديتها وكلتني فيها رديتها وانا ما سامحاش ليها في ديك الساعه اللي انت كنتي كتردي هي بقات كتقول لك رديتو رديتو في الطواليت جيت بعد رديتو جات تاكل فيا قالت لي بوك والله لا ولدتي ما تخافيش ما تخافي حتى من حاجه ما تخافي ما تخافيش انا معاك ما تخافيش ما كاين حتى حاجه هي كملي لنا خاصك وطلقتني بن 16 عام وصيفطتني برك تضحك عليا وعلقوا عليا وكذبوا عليا اللي ما دعيت علقوا عليا شله كذبت عليا شله وانا ما سامحاش ليها فاش كذبوا عليك شنو قالوا شله ما قالوا عليا من كلام راه فيها وفيها 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 راه هي اللي سحرت ليا وطلقتني وليل طرحت ليل سحرت ليا باش عرفتي انت هي اللي سحرت لك بنت عمك اه دار روح قال لي شوفي وقولي نوجني ابو عافيه لا تروحي لا ترى مشي معاه تولك شكون هذا؟ جمعته لي بنات عمي وشدوا السحر لقى ديك الليله ليلة رحت بغيت ترجع ليلة رحت قال لي سيري في حالاتك واخا دابا انت خالتي تزوجتي وانت مازال طفله صغيره اه واخا هكاك يعني كنتي كتعيشي الاجواء ما كنتش نعرف ما كنتش نعرف كي درك ما عنديش الفكره كي درك ما عارفاش علاش جات عندك بنت عمك وقالت لك سمحي لي ما تسمحش ليا ما تسمح ليا ليوم القيامه ما كنسمحش ليا اداتك بزاف حتى ندوز انا وياه لهيه